لله جا واحد الفوز اللي مستحق اللي كما تنقولوا ما سرقناش باننا خدمنا عليه وتعبنا عليه. قدمنا مباراه كبيره، تنبغي نشكر اللاعبين كاملين اللي قاموا بواحد المقابله اللي كبيره وجديه. لازم واخا ارضيه الملعب تتبان بانها جيده، ولكن تنظن بانها ما كانتش جيده بسبب الامطار كثيره اللي تاثرت على مدينه فاس. الحمد لله حققنا الاهم وهو التاهل، يعني مازال تتسنانا واحد العقبه اخرى لعقبه النهائي اللي حرام على الفريق هذا ما يكملش بواحد الفوز ان شاء الله. شكون كتفضلوا في ممكن بعيد ما تنفضلوا حتى شي فريق، يعني حنايا كما تنقولوا فزنا وحققنا الاهم. اي فريق يعني فاز ولا تاهل يعني غادي نواجهوه وبالحكم انا من مدينه فاس، وغادي نتمنى الفوز لوداد فاس اللي ما نتلاقاو معاه في النهائي ان شاء الله.